السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. زيارة عراقية إلى دمشق بعد 13 عاما، مشتركات السياسة والأمن والاقتصاد. القطاع المصرفي في العراق، دعوات إعادة الهيكلة ومحاولات التكيف مع التطور والإصلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما جاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سوريا تلبية لدعوة رسمية وفرصة لتأكيد متانة العلاقة بين بغداد ودمشق، تحمل في طياتها رسالة اهتمام استثنائية عن الرغبة العميقة في توشيج أواصر التعاون في عديد من الملفات اللي تمثل مشتركات حيوية في مقدمتها أمن الحدود ومكافحة تجارة المخدرات وصولا إلى الاقتصاد والمياه. من جهة أخرى تكتسب هذه الزيارة أهميتها النوعية مع متغيرات المنطقة الاستراتيجية وعودة سوريا لمكانتها العربية. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصادنا لهذه الليلة، فإن القطاع المصرفي في العراق ما زال يشكو من عقد الهيكلة والتنظيم ويواجه أخطار عدة، الأبرز مخاطر السوق وعدم استقرار البيئة الاستثمارية، وهاي الأسباب مجتمعة أدت لعدم تطوره بشكل مريح وأضعفت ارتباطه بالمنظومة المصرفية العالمية، وهذا ما جعله في المراتب الأخيرة. ورغم عدد من الإجراءات اللي حاولت بث الروح في هذا القطاع، لكنها لغاية الآن لم تصل لمستوى الطموح، ولا بد من تحريره من العوائق اللي تكبل مواكبة التطور، وبدأ صياغة مرحلة تأسيس جديدة تساعد في إعادة ثقة المجتمع بالنظام المصرفي الداخلي. هذين ملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، أرحب بضيفي الكريم الدكتور مصطفى البهادلي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية. حياكم الله دكتور مصطفى، ونتحدث عن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى سوريا هذا اليوم. أسأل حضرتك عن الرسائل اللي تصدر من هذه الزيارة وماذا تمثل في هذا الوقت بالذات. كل التحية والتقدير لجنابك أستاذ أحمد لجمهور قناتكم المباركة. الحقيقة تأتي زيارة رئيس الوزراء في ظل تمتين الأواصر المشتركة بين البلدين العراق وسوريا، لا سيما على خلفية التعافي والصحة في النظام السياسي السوري، وتمتين ما هو مشترك وترك ما هو مختلف. تأتي زيارة رئيس الوزراء مثل ما تفضلتم في مقدمتكم الجيدة الممتازة بعد انقطاع تقريبا 13 عام، لان كانت الاحوال والظروف غير مؤاتيه لمثل هكذا زيارات. فالرسائل اللي جنابك تسال عنها هو تمتين عرى العلاقات الثنائيه، لا سيما على خلفيه يعني مثل ما قلت جنابك ما هو مشترك عراقي سوري، يعني واحده من اهم المشتركات. مثلا دائما انا كنت ادعو ولا زلت ادعو على تفعيل موضوعة ملف المياه. المياه اصبحت يعني اني اسميها ملف يعني مستوى يمكن الارهاب، ولطالما احنا حذرنا يمكن زملائي ايضا الاكاديميين انه الاعوام القادمه يمكن تشهد حرب المياه في الشرق الاوسط. نعم. فبالتالي يجب ان يكون هنالك تنسيق عالي المستوى على صعيد الرئاسات في بغداد وفي دمشق لتنسيق الجهود المشتركة وكيفية يعني مواجهة احتمال خطر الجفاف ونقص المياه،
لما له من آثار، يعني تدري جنابك على المستوى الصحي والزراعي والصناعي، فضلا عن الحياة. يعني حتى قيل أنه حيثما يوجد الماء توجد الحياة، وهذا يعني شيء مبرهن عليه دينيا وعلميا. فبالتالي موضوعة المياه يعني واحدة من أهم الملفات المشتركة اللي يجب أن يكون للعراق وسوريا كلمة واحدة، لا سيما فيما يتعلق بنهر الفرات اتجاه تركيا. هذه واحدة من الملفات المشتركة. طبعا تربطنا مع الجارة سوريا يعني عدد كبير من كيلومترات الجوار الجغرافي الحاكم في العلاقات الدولية. بالتالي مثل هذا الجوار يجب أن يؤمن، يجب أن يؤمن يعني بصياغة اتفاقيات أمنية عسكرية مشتركة، تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، تكثيف العمل الدوري العملياتي في النقاط المشتركة العراقية السورية. يعني أنا قبل أيام يمكن تنهى إلى سمعي أنه الأمريكان اللي موجودين حاليا في شمال سوريا واللي قصد يعني قوات سوريا الديمقراطية اللي يسمي نفسها، قاموا الأمريكان بإرسال عدد من هذه المجموعات عن طريق شمال العراق ومن ثم إلى أوكرانيا. فبالتالي مثل هكذا أعمال يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون للعراق وسوريا كلمة الفصل في مثل هكذا الملفات. فضلا عن طبعا ما أحكي لك عن ملفات التجارة، عن ملفات الاقتصاد، عن ملفات الهجرة، عن ملفات يعني اليوم مكتب رئيس الوزراء يمكن سرب لوسائل إعلام يعني حتى موضوعة المخدرات. نعم، أرحب بالسيد محمد عباس المحلل السياسي، ينضم معنا عبر سكايب من سوريا. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. وكذلك ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ سبهان الملتشياد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية. أبدأ مع حضرتك أستاذ سبهان. يتحدث ضيف الكريم الدكتور مصطفى البهادلي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية عن هذه الوشائج بين بغداد ودمشق والكثير من الملفات المشتركة والملحة بين البلدين، الأبرز فيها أمن الحدود، مكافحة الإرهاب، أيضا تدفق المخدرات. أسأل جنابك لأي درجة راح تسهم هذه التفاهمات في سد ثغرات الأمن، خاصة وأن الحدود المشتركة تتجاوز 600 كيلومتر طولية. تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام ولضيوف الكرام أيضا، حياكم الله. سعيد بهذا اللقاء أن أكون معكم. أنا صراحة الزيارة اليوم زيارة مهمة جدا وكان تمهيد لها، وكان الزيارات سابقة لها وزير خارجية سوريا، وزير خارجية العراق أيضا زار سوريا، الوزراء الأمنيين خاصة مستشارية الأمن الوطني والدكتور صالح الفيار والسيد قاسم العرجي وغيره، زيارات كانت متبادلة كثيرة. وهي لهذه الزيارة أيضا صار فترة الزيارة مهمة، والقواسم المشتركة مثل ما قال الضيف الكريم مشتركات كبيرة بين سوريا. سوريا تعيش في وجدان أي سياسي عراقي أعتقد، يعني ارتباطنا بها خاصة اللي صابوا بشيء من الاضطهاد السياسي كانت قبلتهم سوريا من عشرينات القرن الماضي لحد الآن. لذلك العلاقة مهمة، وأكو ترابط، وأكد دولة رئيس الوزراء أن علاقاتنا مع سوريا مترابطة جدا، إن كان من ناحية الأمنية، إن كان من ناحية التجارية الاقتصادية بشكل عام، من ناحية المياه وقضايا مجاري المياه الدولية. لذلك الزيارة قد تكون وضعت حجر الأساس في التعاون في جهات عديدة في قطاعات عديدة في المستقبل القريب، وهذا ما أكد عليه أيضا الرئيس السوري بشار الأسد. أستاذ نبهان، ملفات التجارة والاقتصاد هنا نتحدث عنها اللي بحثها الجانبان، هل تعطي من وجهة نظرك رسائل ضمنية بإنشاء تكتل اقتصادي خاص بين البلدين، خاصة وأن حديث جرى بضرورة إحياء خط بانياس
لتصدير النفط الخام. نعم صراحة يعني رئيس الوزراء طرح في مؤتمر جدة على الجامعة العربية إقامة تكتلات اقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي والأفريقي وغيره. وسوريا من الدول اللي استجابت لهذه الدعوة أيضا، لذلك كان الزيارة وكان التفاهم وكان الملف الاقتصادي حاضر، الملف التجاري حاضر، الملف الأمني حاضر في هذه الزيارة هذا اليوم. ممكن جدا يكون هناك تعاون وثيق، ممكن أن نعدد من مخارج أو تصدير يعني خطوط تصدير نفطنا الخام، يعني من غير المستبعد أن يعود خط بانياز كما كان سابقا، سوريا على البحر المتوسط وأيضا إلى ساحل كبير على البحر المتوسط، ونحن تعدد يعني مخارج التصدير مهم جدا بالنسبة للعراق، لأن أحيانا نصيب تلكؤ في جانب معين فالخطوط الأخرى يفترض أن تبقى مستمر، تصدير النفط يفترض أن يبقى مستمر. بنفس الوقت قضية المياه الدولية، المياه الدولية احنا مشتركين في نهر الفرات وحتى في نهر دجلة مسافة يمكن 43 كيلو مشترك مع سوريا. في نهر الفرات حصتنا 58% مقابل 42% من الإطلاقات من تركيا حسب المعاهدات والاتفاقيات القديمة. اليوم أكو إشكال مع جارة تركيا، لابد وضع حلول إلى قريبا بالقريب العاجل، قد تكون ليس بعيدا الأسابيع القادمة قد نرى فتح هذا الملف مع تركيا. فبالضرورة أن يكون هناك تفاهم سوري عراقي بهذا المجال، وهم مشتركين في نهر الفرات كما قلت لك بنسبة 58 إلى 42%. أشكرك شكرا جزيلا السيد سبهان الملا تشاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، في انضمت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة. ومباشرة لحضرتك أستاذ محمد عباس تحدثنا من سوريا، أسأل جنابك عن بسط سوريا لأمنها على كامل أراضيها، لأي درجة يعني استقرارا إضافيا للعراق ومساحة إضافية لأمنه القومي وأمن المنطقة أيضا، إذا ما أخذنا من نظر الاعتبار بأنها ساحات متجاورة. سلام الله عليكم وعلى ضيوفكم الكرام ومشاهديكم الكرام أيضا. عليكم السلام، شكرا على الاستضافة. بكل تأكيد سوريا اليوم بدأت تستعيد عافيتها وتستعيد بسط سيطرتها وسلطتها على معظم الأراضي السورية التي استلبها الإرهاب والتي عشعش فيها لمسافة زمنية طويلة، وما تزال هنالك بعض الأجزاء الجغرافية المحتلة من قبل الإرهاب في شمال سوريا وفي شمال شرق سوريا وفي شرق سوريا، وتحاول بعض المجموعات الإرهابية في الجنوب أيضا أن تنشط بفعل المشروع الصهيوني الأمريكي التركي الذي ما يزال قائما. اليوم سوريا وهي تستعيد عافيتها هي بكل تأكيد صمام أمان للعراق، وعندما يكون تكون سوريا بأمان فهذا يعني أن أمن العراق هو أمن مشترك بين سوريا والعراق، وهذا الأمن مسؤولية الجميع. نعم نحن وسوريا والعراق معنيان معا بأمن الحدود وبأمن المشترك، كما أننا معنيون بنفس الأمن مع تركيا، تركيا الجارة التي نعم يشكل الأمن بيننا وبينهم أمنا مشتركا، وبالتالي تنعكس الحالة الأمنية في سوريا على العراق وعلى تركيا أيضا والعكس صحيح، وبالتالي هذه مسؤولية مشتركة. اليوم العراق عندما تكون سوريا معافاة فهذا يعني أنها سوف تنعكس كليا على مختلف أنواع الأمن، الأمن الاقتصادي والأمن الثقافي والأمن الاجتماعي والأمن بما يرتبط بأمن المواطن وسلامته وسلامة المواطنين وسلامة منظومة الحياة وتوفر المياه والحاجة للحاجة للاقتصاد والحاجة لكل ما يرتبط بالتنمية، بالتنمية الأمن المستدام، الأمن المستدام بكل ما تعني معنى بكل ما ترتبط به معنى كلمة الأمن، الأمن المشترك والأمن المستدام الذي تتطلع فيه سوريا والعراق
لتحمل المسؤولية معا لمواجهة التحديات والتهديدات التي شكلها الإرهاب عبر 12 عاما من مضى من مواجهة الإرهاب. اليوم تأتي هذه الزيارة بما صدر عنها من خلال المؤتمر الصحفي، وأيضا بما تختزنه الإرادة العراقية والإرادة السورية من أجل الانتقال إلى مرحلة متطورة من العلاقات بين سوريا والعراق، مرحلة متطورة نعم نستطيع من خلالها أن نجلي أو أن نجلو الكثير مما علق بالعراق بالعلاقات بين سوريا والعراق عبر عقود ماضية. كان أي استقرار للعلاقة بين سوريا والعراق خط أحمر، كان هنالك من يحاول أن يعيق العراق أو سوريا عن مد جسور التواصل. اليوم هنالك جسور قوية من التواصل بدأت تتبلور في هذه المرحلة. ودعني أذكر السادة المشاهدين وأهلنا في العراق الكرام بكل احترام وتقدير لهذا المشهد الذي ظهر يوم 7 من شباط عام الماضي وبعد الزلزال، وكيف تحرك الشعب العراقي، كل الشعب العراقي تحرك لنجدة سوريا ووقفوا إلى جانب سوريا في حلب وفي اللاذقية وفي كل المناطق التي تعرضت للزلزال، كما وقف الشعب العراقي إلى جانب سوريا خلال تعرضه لمحنة الزلزال الإرهاب الذي تعرضنا له خلال السنوات الماضية، ووقف الشعب العراقي بقوة إلى جانب سوريا. اليوم في تصوري نحن بحاجة إلى الكثير من التبادل، من التكافؤ، من التكامل بين سوريا والعراق، ونحن اليوم بحاجة إلى إرادة وطنية سورية عراقية مشتركة ترتقي بمستوى يعني هذه المشتركات. بالتأكيد هنالك الكثير من الملفات اللي تم التباحث بها وهي ملفات استراتيجية ومصيرية. أسأل حضرتك دكتور مصطفى عن ندرة المياه والتضرر من تقليص أنقرة لتدفق مجرى المياه، كان حاضرا أيضا في المباحثات العراقية السورية. تنسيق المواقف بين بغداد ودمشق، هل باستطاعته تشكيل أداة ضغط ذات قوة أعلى على تركيا؟ طبعا سيدي الكريم، يعني أقلها يعني خلينا نجي احنا التوصيف القانوني لموضوعات المياه قبل ما يكون توصيف سياسي. يعني الاتراك يعتقدون انه دجله والفرات هي انهارهم، باعتبار انه نهري دجله والفرات هي يسموهم انهار المنبع. هاي وجهه النظر التركيه، بينما وجهه النظر القانونيه الدوليه اللي وقعت عليها تقريبا اكثر من 100 دوله مثل هكذا انهار، يعني سواء دجله والفرات او غيرهم، تسمى أنهار دولية، وبالتالي لا يحق لدولة المنبع أن تتعسف في استخدام الحق. يعني هكذا هو وجهة النظر القانون الدولي، وأن تقيم المشاريع تلو المشاريع في سبيل يعني حرز الماء والاستفادة من عدة وبشكل يضر الآخرين سواء السوريين أو عدنا إحنا في العراق. بالتالي بالامكان يعني التنسيق العراقي السوري ان يكون على اكثر من يعني على اكثر من صعيد، مره على الصعيد السياسي يعني باتجاه ممارسه اقصى الضغوط الدبلوماسيه والسياسيه اتجاه تركيا، ومره باتجاه مجلس الامن يعني او باتجاه مثلا عرض الموضوع على المحكمه العدل الدوليه بايجاد حل لموضوع المياه المتنازع عليها ورفع الموضوع المتنازع عليه محل الاختلاف الى محكمه العدل الدوليه. وانا اقول لك يعني هيك بشكل يعني بضرس قاطع انه القرار راح ياتي لصالح العراق ولصالح سوريا، وذلك استنادا الى قضايا مماثله واستنادا الى نصوص القانون الدولي. بالتالي موضوعة المياه سيد الكريم هي موضوعة في غاية الأهمية. أنا دائما أؤكد أنه يعني الملف المياه المشترك، القضية الكبرى اللي بين العراق وسوريا، يجب أن تأخذ حيز على المستوى الاستراتيجي للقيادتين العراقية والسورية. وأعتقد هذا الموضوع هو حاضر في ذهن صناع القرار، يعني في ذهن السيد رئيس الوزراء السيد السوداني وكذلك في ذهن السيد بشار الأسد. نعم. طيب أستاذ محمد أيضا نتحدث عن ملف استراتيجي جدا مهم، هو ما تضمنت الزيارة من متغيرات استراتيجية شهدت المنطقة، بالذات عودة سوريا للبيئة العربية والحاضنة العربية. إذا ما
أخذنا بنظر الاعتبار أن العراق كان المقاتل والساعي الرئيس وربما الوحيد في أهمية هذه العودة، كيف تنظر إلى هذه المساعي؟ يعني عفوا دكتور إذا تسمح لي أذهب إلى الأستاذ محمد عباس. نعم لا شك أن العراق يسجل له وقفته العاطفية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية والقومية إلى جانب سوريا، ونسجل له بكل احترام وتقدير هذا الموقف والذي كان له دورا إيجابيا، دعني أقول ضاغطا أو محركا أو منفعلا أو متفاعلا في مسألة عودة سوريا إلى دورها العربي ودورها الإقليمي. وهناك تكامل في الحقيقة بين سوريا والعراق، وهذا التكامل يعطي أكله بشكل إيجابي. اليوم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ممارسة دورها بشكل إيجابي من خلال هذا الدعم العراقي الكبير، يسجل العراقي بكل تقدير واحترام، ونحن أيضا بحاجة إلى تعزيز هذا الدور من خلال تكامل دور سوريا والعراق معا في الإطار القومي وفي إطار تفعيل دور سوريا والعراق في الجامعة العربية، وبما يخدم المصالح القومية والقطرية للمنطقة بشكل عام ولسوريا والعراق وللمصالح العربية بشكل خاص. وهنا تسجل العراق دورها في مؤتمر وزراء الخارجية في الأردن، دورها في مؤتمرات عديدة حدثت قبل أن تتم دعوة سوريا إلى مؤتمر القمة في جدة، وأيضا هذا الدور الفاعل الذي بدأت سوريا تطلع فيه من خلال دورها في الجامعة العربية، وأيضا من خلال عودة المنظمات العربية إلى سوريا. نحن اليوم بحاجة إلى أفعال إيجابية، نحن بحاجة اليوم إلى فعل أكثر تفاعل من قبل الدول العربية الأخرى فيما يرتبط بمسائل كثيرة، أهمها مسألة العقوبات أو الإجراءات القسرية الأمريكية وحادية الجانب التي تفرضها أمريكا ظالمة ضد سوريا، وأيضا فيما يرتبط بملف اللاجئين والنازحين والمهجرين الذين أرغمهم الإرهاب على مغادرة سوريا. نحن اليوم بحاجة إلى مزيد من الاستقرار، من مزيد من دعم عملية إعادة الإعمار، من توفير البنية التحتية. سيدي الفاضل، اليوم أتحدث إليكم عبر الشاشة والآن الكهرباء مقطوعة، وتصل ربما كل 8 ساعات إلى في دمشق، كل 8 ساعات ربما تصل ساعة واحدة، وهناك مدن أخرى في سوريا تصل الكهرباء كل 12 ساعة ساعة واحدة. وبالتالي هذا يعني أن الطاقة هي الحامل الرئيس والأساس من أجل توفير البنى التحتية والخدمية لعودة اللاجئين والنازحين وحل مسألة الإعمار، إعادة الإعمار بكثير من البنى التحتية المدمرة والمخربة التي اعتدى عليها الإرهاب واعتدى عليها أيضا الإجراءات القسرية وحادثة الجانب الأمريكية التي تمنع عملية إعادة الإعمار أو إعادة الاستثمار في مسألة الإعمار. نحن بحاجة إلى وجود شركات عربية عراقية أو من دول العربية الأخرى من أجل أن تساهم في مسألة تعزيز ودعم وتوفير الفرص المناسبة لعودة اللاجئين. كيف يعود اللاجئون أو المهجرون ولا توجد شبكات الصرف الصحي أو شبكات المياه؟ كيف يعود هؤلاء ولا توجد مدن سكنية جديدة بدلا مما دمره الإرهاب خلال 12 عاما؟ حلب تفضل. هذا إعادة البنى التحتية وما تعرضت له سوريا شبيه إلى حد كبير ما تعرض له العراق دكتور مصطفى البهادلي، بالتالي في مرحلة إعادة الإعمار، في مرحلة هذا الموضوع الذي جذب انتباه جميع الدول، واليوم أصبحت سوريا والعراق هي قطب الرحى في موضوع الاستثمار، كيف تنظر إليه من الناحية الاستراتيجية؟ يعني العراق ما أعتقد دولة تعرضت إلى موجة إرهابية كالتي تعرض لها العراق، وبالتالي للعراقيين أقلها على المستوى الأمني والعسكري والمعلوماتي وكل ما يتصل بهذا الملف لهم قدم السابق، وبالتالي بإمكان السوريين الاستفادة من التجربة العراقية في هذا المجال، وهم استفادوا يعني الحقيقة في إطار التعاون المشترك وفي إطار وقوف يعني المقاومة وفصائل المقاومة إلى جانب الأشقاء في سوريا إبان محنته من الإرهاب. هذا واحد. اثنين، بإمكان أيضا الاستفادة من الكوادر العراقية، لا سيما عندنا شركات يعني في القطاع
القطاع الصناعي، في القطاع الزراعي، بالإمكان الاستفادة من عندها في إعادة الإعمار، تقديم خدماتها إلى الجانب السوري في إطار ما يسمى بالمصالح المشتركة. سيدي الكريم، يعني خليني أعرج يعني في عجالة على مسألتين مهمة. تفضل. العراق كان له يعني قبل هذه الأحداث يعني كان له التأثير الكبير في عدم التصويت على منح مقعد سوريا إلى ما يسمى بالمعارضة السورية، يعني والسيدي وزير الخارجية السابق السيد الجعفري كان له يعني دور مشرف في هذا الموضوع حقيقة. يعني كذلك يعني في أكثر من موقف، يعني على صعيد التصويت داخل جامعة الدول العربية أو في المنظمات الدولية كان العراق موقف واحد. يعني الموقف الدبلوماسي والموقف الأمني، وكذلك يمكن كان الموقف الأخير عندما صار زلزال عند الإخوان في سوريا هبت جميع المجتمع، يعني أبناء المجتمع العراقي في نصرة وتقديم المساعدة إلى المنكوبين من الزلزال. بالتالي ما يربط المجتمعين السوري والعراقي وما يربط أني أقول الدولتين السورية والعراقية من الوشائج ومن الروابط ومن المشتركات هي كفيلة بأن تضغط على صناع القرار في كلا الدولتين بأن تترجم هذه المشتركات إلى مشاريع عمل. يعني العراق الحقيقة مقبل على ما يسمى بخط التنمية أو طريق التنمية، أو هنالك دعوات إلى مبادرة ربط العراق بمبادرة الحزام والطريق، وهنالك دعوات لأن يكون العراق أيضا ممرا للغاز القطري باتجاه تركيا ويمكن باتجاه سوريا. يعني أكو مشاريع استراتيجية يمكن أنا أسميها عملاقة يشهدها المستقبل العراقي بإمكان التنسيق مع الجانب السوري في هذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى البهادلي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية، ضيفا كريما في الأستوديو وعبر سكايب. الشكر كثير لحضرتك الأستاذ محمد عباس المحلل السياسي، ضممت معنا من سوريا الله. وكان معنا عبر الهاتف السيد سبهان الملتشيات مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة في حصادنا بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمد البغدادي رئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد ضيفا كريما، وكذلك ضيفا كريم في الاستوديو الأستاذ وهبي الخفاف الخبير المصرفي، حياكم الله. أبدأ مع حضرتك دكتور محمد، نتحدث بداية عن تقييم جنابك لوضع القطاع المصرفي في العراق. لأي درجة أثرت الأوضاع غير المستقرة على فرص رخائه وتطوره ومواكبته للمصارف العالمية؟ بداية نشرف بحضورنا في قناتكم الموقرة، وتحياتنا إلى حضراتكم ولجميع المستمعين والمشاهدين، حياكم الله. الله يحييك. موضوع القطاع المصرفي بالعراق يعاني من الكثير من المشاكل، أهمها ودائما أؤكد على هذا الموضوع أنه ضعف الثقافة المصرفية في المجتمع العراقي. لذلك لأن غالبية التجار ورجال الأعمال في العراق لا يتعاملون مع المصارف، وللأسف هذا وهذا يعزى إلى سببين رئيسيين. السبب الأول أنه هناك نوعين من المصارف العاملة في العراق، المصارف الأهلية والمصارف الحكومية. المصارف الأهلية للأسف أغلبها لا تؤتمن على مبالغ المودعين،
وتتلكأ بدفع المبالغ المؤمنة لديها، وإضافة إلى سوء يعني سوء استخدام الصلاحيات المصرفية حقيقة. وبالنسبة يعني هذا غالبية المصارف الأهلية، يعني لا ليس كلها لكن أغلبها هكذا. والنصف الآخر اللي هو المصارف الحكومية العاملة أيضا، والتي يعني لا يحبذ التاجر أو المواطن التعامل معها، وذلك كأنه يعني لما يراجعهم المراجع كأنه دا يراجع دائرة حكومية وهم متفضلين عليه وليس في خدمة الزبون. لذلك أنه تلاقي أنه عزوف عن التعامل مع المصارف من قبل المواطنين ورجال الأعمال والتجار، بالإضافة إلى أنه الكثير من المشاكل مع القطاع المصرفي وسوء استخدام العملية المصرفية في العراق. هذا باختصار أنه مشكلة طيب. المصارف عندنا بالعراق. نعم. عفوا دكتور، يعني ما تفضلت به عكس الأستاذ وهبي. أستاذ وهبي، يعني هل أثر التقاطع في رسم صلاحياته بين البنك المركزي ووزارة المالية على فرص النمو؟ نعم، أنا ما سمعت سؤالك. عفوا، نعم، أسأل التقاطع في رسم صلاحيات اللي وضعها البنك المركزي وأيضا وزارة المالية فرص النمو في الاقتصاد العراقي وفي القطاع المصرفي تحديدا. نعم، بداية أحييك وأحيي برنامجك وقناتكم الموقرة، وأحيي دكتور محمد عبد الستار البغدادي أستاذي وصديقي المحترم. حياك. إجابة على سؤالك، طبعا هذا التقاطع يؤثر تأثيرا سلبيا، كون أنه السياسة المالية والعملية الاقتصادية في كل بلد تعتمد على السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة النقدية في العراق قام البنك المركزي بعدة إجراءات لإصلاحها، مدى أحكي أنه الإصلاحات كانت جيدة أو غير جيدة أو أعطي نسب، لكن هي تعمل بطريق بعيد عن السياسة المالية التي يجب أن تكون بموازاة مع الهيئات الاقتصادية التي هي مقترنة بالبنك المركزي العراقي. لذلك هذه العوامل تؤثر على النمو، والدليل أنه يعني اليوم موضوع النمو والتنمية الاستثمارية بطيء جدا في العراق. طيب دكتور محمد، يعني امتلاك القطاع المصرفي الحكومي ما نسبته 90% من الحركة المصرفية الداخلية، هل قلص من فرص مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال؟ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه يتفوق على العام باستخدامه الرقمنة، الاندماج في المصارف الدولية، سرعة حركة الأموال. حقيقة نعم، أيدك للأسف أنه تعامل الموظفين مع المراجعين سيء جدا. بداية يعني التاجر أول ما يدخل لي أي مصرف أول شيء يسحبه من عنده موبايله، يعني إذا التاجر أصلا سحبت من عنده موبايله شنو هالأسلوب هذا الـ يعني شنو يعني التاجر هو شغله كله بالموبايل تقريبا دا يصير اليوم، تسحب من عنده موبايله كانه دجاجه من اتصاله بالعالم الخارجي. هاي وحده. ثانيا انه اي موظف تتعامل وياه هناك مساومات راح تصير من بعض الموظفين، اضافه الى انه هناك عدم ترحاب من الموظف بالزبون. يعني هذا شيء هو هذا اللي يسبب عزوف الناس عن التعامل مع المصارف الحكوميه ببساطه، هو هذا الشيء. بينما تلقى العكس مع المصارف الاهليه، يعني مع الاسف ان هناك الكثير من المشاكل ايضا مع المصارف الاهليه. لذلك هذا واحد من اهم اسباب سوء يعني سوء التعامل او سوء العلاقه بين الزبون والمصرف. طيب دكتور وهبي، ما دور وفائده مشاركه الاستثمار الاجنبي في تنميه الاداء للقطاع المصرفي المحلي؟ نعم، اليوم مثل ما تعرف أنه القطاع المصرفي هو واحدة من القطاعات الاجتماعية العراقية، فإحنا عندنا بصراحة فترة طويلة ابتعدنا عن العالم الخارجي، فترة الحصار ومشاكل الاحتلال، الاضطرابات اللي عاش بها بلدنا، لذلك إحنا مبتعدين بنسبة التطور عن العالم الخارجي، فاكتساب استثمارات خارجية
من ناحية المصارف تفيد جدا في كسب الخبرات. العمل المصرفي هو عمل تقديم خدمات، لذلك يعتمد على الخبرات البشرية. الخبرات البشرية عندنا بالعراق غير كافية بصراحة، غير كافية في تقديم الخدمات المصرفية لتلاقي الأعمال التجارية الكبيرة، لأنه مثل ما تعرفون أنه العراق هو بلد ريعي يعتمد بتعامله الرئيسي بالاستيراد، لذلك يجب أن يكون هناك كادر وقطاع مصرفي رصين يقوم بإكمال هذه الإجراءات. لذلك أعتقد أنه بحاجة إلى رؤوس أموال ومستثمرين، الهدف الأول لتنمية العراق والقطاع المصرفي العراقي عفواً، وثانياً للاستفادة من خبرات هذه المصارف الأجنبية. طيب. كذلك المصارف الأجنبية هي تطور العلاقات ما بين المصارف العراقية والمصارف الأجنبية الأخرى، لذلك تسهل عملية التحويلات الخارجية اللي وقعنا بها قبل فترة في مشاكل، واليوم احنا حتى المنافذ المفتوحة يعني تعتبر قليلة جدا، يعني الدول على عدد الأصابع المفروض تكون أكثر من هذا. طيب يعني اتخذت خطوات حكومية دكتور محمد لتنمية هذا القطاع وتحفيزه، مثل الشمول المالي، برامج التوطين، تأهيل وتوطين وتطوير المراقبة، أيضا امتثال القوانين الدولية، بالنتيجة انعكست نوعا ما على واقع العمل المصرفي الإيجابي. هل وصلت هذه الإجراءات بهذا القطاع لمستوى الطموح في هذا المجال؟ طبعا هي اكيد انه هل يعني هل الاجراءات اللي تفضلت بها حضرتك انه تطور العمل المصرفي وتشجع وتقدم خطوات للامام، لكن للاسف لا يرتقى الى طموحنا. طموحنا انه اكثر واكثر واكثر. هناك بالعالم كله مثلا على سبيل المثال انه واحده من الاجراءات اللي مثلا يعني اتخذها البنك المركزي انه مثلا الموظفين كليتهم ما ينطيهم اموالهم كاش، وانما تنزل بحساباتهم واعطاهم بطاقه مصرفيه، بطاقه الكترونيه مصرفيه، وانه المفروض يسحب من عندها. لكن اللي صار شنو؟ انه كل موظف تلاقي راس الشهر واقف على الاي تي ام الماكينه ويسحب الراتب مالته كليته سواء كاش وحطه بجيبه. يعني هذا يعني هو ما راد يعني ما سووا هاي الخطوه لكي انه يسحبها من الماكينه الراتب. المفروض انه المفروض كل نقاط البيع في العراق تكون عندهم مكان تحويل وينسحب اي مبلغ شراء، ينسحب من حساب الموظف ينزل بحساب الـ يعني البائع خلينا نقول. لذلك لكن احنا عندنا المشكله نرجع ونقول اكو ضعف الثقافه المصرفيه وعزوف عن التعاملات المصرفيه، لذلك انه يحتاج لانه ثقافه مصرفيه اكثر. لذلك اني ادعو انه جميع وسائل الاعلام انه بالتعاون مع البنك المركزي لعمل حملات اعلاميه لتوعية بالثقافة المصرفية وكيفية استخدام المصارف واستخدام النقد وإلى آخره من الخدمات المصرفية. نعم. الكثير من المصارف الدولية أستاذ وهبي غادرت العراق عام 2013 وأيضا عام 2014، شنو برأيك الطرق المشجعة لعودتها للعمل في البلاد والاستفادة من خدماتها وما توفر من نتاجات وخدمات مصرفية؟ نعم، عزوف هذه المصارف وخروجها من القطاع المصرفي العراقي هو لا يعود سببه إلى القطاع المصرفي العراقي. نعم. بالعكس، هم يعني هاي المصارف حققت أكبر أرباح إلها في العقد الأخير من خلال العراق، لكن الأزمات اللي مرت بها هذه الدول أدت إلى إفلاسها وخروجها من العراق، مثل لبنان. يعني أغلب المصارف اللي خرجت من العراق هي المصارف اللبنانية. أما المصارف الأخرى فلن نرى مصارف رصينة فتحت في العراق من دول أخرى، مثل يعني القطاع المصرفي الضخم هو على مستوى العراق هو الإماراتي المصري، على مستوى العرب عفوا الإماراتي والمصري والسعودي. بصراحة لا شفنا مصرف مصري ولا سعودي، فقط مصرف إماراتي واحد، وأعتقد لا زال عامل في العراق. تعرفون أنه المصارف هي شركات وتحتكم بالقانون العراقي، يعني من يجي مصرف أجنبي يفتح في العراق
فهو يجب أن يخضع إلى القانون العراقي. بصراحة القانون العراقي مرن في تحقيق الأرباح بالنسبة لهاي المصارف، لكن بسبب يعني الظرف الاقتصادي اللي مر به لبنان خلاها تعزف. أما أكو بعض المصارف اللي هي إيرانية عزلت بسبب الحصار الاقتصادي اللي صار على إيران، فهاي الأسباب اللي خلت المصارف تعزف عن هذا الشيء. لكن هاي المرحلة الجاية المفروض أنه أكبر المصارف العالمية أنه تجي للعراق، لكن يعني موضوع استقرار السوق العراقي عدم استقراره يأثر بشكل كبير على هذا الموضوع. شنو التحديات دكتور محمد اللي تواجه إعادة هيكلة النظام المصرفي في العراق وتحديث هذا النظام؟ هناك الكثير من التحديات، ولكن أهمها أنه مثل ما تفضلت حضرتك عزوف يعني غالبية المصارف الأجنبية عن دخول السوق العراقية، لكن دخلت بطريقة غير مباشرة أنه تملكت أسهم في بعض البنوك العاملة في العراق وأخذت بتطوير هذه المصارف التي دخلت عن طريقها بشكل غير مباشر. وبدون ذكر أسماء أنه الكثير من المصارف الدولية اشترت أسهم في مصارف عراقية ورفعت من شأنها. وكان هناك أيضا أنه إحدى القرارات التي اتخذها البنك المركزي العراقي بأنه بفرض على المصارف العاملة رفع رؤوس أموالها إلى مبالغ كبيرة جدا، بحيث أنه السوق ما يستحمل هالزيادة في رأس المال ولا المصرف يحتاج زيادة في رأس المال، لذلك أنه صار استحواذ من على هذه المصارف من قبل مصارف عالمية. هذا ما حصل قبل عدة سنوات، فلذلك دخلت بعض المصارف عن طريق في تحت لواء أو تحت مظلة مصارف عراقية. هذا ما حصل، وننتظر أنه تكون هذه التي دخلت كمساهمة في بعض هذه المصارف أنه تكون مطورة للقطاع المصرفي العراقي بشكل غير مباشر. طيب أستاذ وهبي، ليش إحنا عندنا بعض الإجراءات تكون بداياتها صحيحة ولكن بالتطبيقات يكون أكو خلل؟ يعني هل هو لوعي المواطن، مسؤولية الإعلام، مسؤولية القطاع اللي ما يشتغل هذه المنظومة بشكل متكامل؟ طبعا هذا السؤال مهم، ويعني لا يقع فقط على القطاع المصرفي وإنما على كل قطاعات الدولة. يعني أنا ما أريد أذكر اسم الدائرة اللي يعني افتريت أقسام الدائرة كلها وآخر شيء طلع الإجراء بخطأ. أما إذا نجي على القطاع المصرفي العراقي، القطاع المصرفي العراقي مثل ما قلت لك وحتى قطاعات العالمية تعتمد بشكل كبير على الآلية العمل وعلى القانون وعلى التعليمات واللوائح، وبالشكل الأساس تعتمد على الموارد البشرية وتدريبهم. أنا اليوم أحث يعني بشكل كبير وأصر على موضوع التركيز على الأقسام بالكليات المالية والمصرفية، يعني الأقسام الموجودة في كليات العراقية اللي تختص بالمالية والمصرفية، وكذلك أنصح وأؤيد على فتح معهد الدراسات المصرفية. احنا بحاجة كبيرة إلى إعادة هيكلة التعليمات والقوانين المصرفية، وكذلك تدريب جيل جديد متطور ويعمل بحداثة ويطعم بالخبرات العراقية الكبيرة اللي عندنا. بالإضافة إلى هذا، أنا أريد أقول لك أنه إحنا القوانين العراقية مالتنا متشعبة جدا. يعني أبسط مثال، عالميا أنت أنا ذاك اليوم بالإمارات داريد أفتح حساب مصرفي، فقط مليت استمارة وانتهى الموضوع. احنا تجيب جنسية وشهادة جنسية وطاقة سكن وتموينية وما اعرف شو، هاي التفاصيل كلها حتى دا تفتح حساب. فهاي التفاصيل لازم يصير مساعدة ما بين البنك المركزي العراقي، غرفة عمليات بين البنك المركزي العراقي وبين الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ويعني هاي القطاعات اللي هي بصلب العمل المصرفي، حتى نوصل الى نتيجة انه العمل المصرفي مبسط اكثر من ما هو يحدث الآن.
أنا أشكرك شكراً جزيلاً أستاذ وهبي الخفاف الخبير المصرفي، أثريت الحوار ضيفاً كريماً في الأستوديو، والشكر موصول لجنابك الدكتور محمد البغدادي رئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم، أثريت الحوار، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.